كيس من لسان العصفور او كوبايتين لسان عصفور، كوبايه بسله تكون فريش كده، وكوبايه جزر متقطعه مكعبات صغيره، 3 فصوص من الثوم، معلقتين كبار زيت، وحوالي كده لتر ونص من الشوربه السخنه، مكعب مرقه، كمان هنحتاج مكعب زبده وملح وفلفل اسود. طبعا لو عندنا شوربه هيبقى الدنيا تمام، ما عندناش هنستخدم ميه ومكعب مرقه. خلاص فتعالوا بينا كده نبتدي ناخد لسان العصفور وناخد الزبده ونروح نحطهم في حله سخنه على النار علشان نبدا ان احنا نشوح لسان العصفور. من الحاجات كمان اللذيذه الناس اللي عندها اير فراير تقدري تحمصي لسان العصفور في الاير فراير وما تحتاجيش تحطي اي ماده دهنيه علشان تعملي بيها الشوربه. تمام، فتعالوا بينا ناخد كده الزبده، نحط كده لسان العصفور، نبتدي نحمصه ونحمره. لسان العصفور لما كله بياخد لون ذهبي كده ده بيساعدك جدا جدا انه ما يعجنش معاكي ويمتص الشوربه. كتير بقى من البنات الجداد في المطبخ بيسالوني طب ايه اللي يخلي انا كل ما اعمل شوربه لسان العصفور الاقي لسان العصفور عمال يشرب في الشوربه ويكبر والشوربه تقل ويحس انه بيعجن في بعضه. ده علشان ما تحمرش كويس، لازم لسان العصفور يتحمر كويس جدا وياخد لون كله، ما تبقيش محمره شويه وشويه لا. تمام، علشان كده ضروري تقليب مستمر لغايه ما يتحمر تماما وياخد لون ذهبي حلو كده، ده هيحافظ عليه يخليه ما يتشبعش من الشوربه بسهوله وما يعجنش. فزي ما انتم شايفين كده ايه، نقعد نشوح فيه لغايه ما ياخد معانا اللون الذهبي، وبنحمص لسان العصفور في اقل ماده دهنيه ممكنه عشان الشوربه ما تبقاش معانا دسمه بزياده. واهم حاجه زي ما قلنا ان لسان العصفور كله يتحمر وياخد نفس اللون، عشان كده هتلاقوني بقلب باستمرار، لان لو سبته شويه هتلاقي شويه اتحمروا كويس وشويه لونهم ابيض ومش هقدر ازود، لان اللي اتحمروا هيتحمروا اكتر ويتحرقوا، فالموضوع بيبقى مش حلو. فعلشان تاخدي شكل حلو ونتيجه مميزه ايدك على طول وانت بتحمريه، لانه بيتحمر اوام اوام. عندي هنا فصين من الثوم وعندي بسله وجزر، احطهم امتى؟ احطهم بعد ما اخد اللون اللي انا عايزاه لسان العصفور، هنزل فصين الثوم علشان اديلهم بس تشويحه بسيطه قبل ما احط الخضار. فتعالوا نكمل كده تقليب. الشوربه في الشتاء خاصه بتبقى طبق مهم واساسي معانا بصراحه، من الحاجات اللي ممكن تغنينا ان احنا ناكل اصلا طبق الشوربه ده، خاصه لما يكون فيه عناصر كتيره ومكتمل العناصر الغذائيه، فمنبقاش محتاجين حاجه تاني، بيدفينا كده علشان سخن والدنيا بتبقى لطيفه جدا اكتر من الاكل العادي. كمان شايفين معايا لسان العصفور كله واخد نفس اللون، تقليب بصفه مستمره. اول بقى ما احسه كده ابتدى يتحمر كده وابتديت اخد اللون اللي انا عايزاه، انزل بقى بايه؟ انزل بالثوم. يلا بسم الله نكمل تشويح. كمان لو حابه تحطي بصلايه برده مفيش مشكله، نقدر نحطها دلوقتي في نفس التوقيت ده. بدات ريحه الثوم الحلوه تظهر، وهنا بقى جه ميعاد البسله والجزر. يلا بينا قطعي الجزر صغير جدا عشان يستوي معايا، ما تخليهوش متقطع كبير، يتقطع صغير فهياخد. نعم، يلا حط البسلة كمان. عندي مكعب مرقة هضيفه، حط ملح وفلفل ونعمل حسابنا لو الشوربه بتاعتنا احنا مظبطين الملح والفلفل بتاعها فنخلي بالنا. احنا كده تمام، لسان عصفور اتحمر تحميره كويسه. اهم حاجه ما تغمقيهوش، ليه بقى؟ لانك لما بتحطي الشوربه على لسان العصفور بياخد درجه اغمق من الدرجه اللي انت سايباه عليها. فوسطاني الدنيا كده وخلي اللون يكون لون ذهبي حلو كده. يلا بسم الله. مش اي شوربه. بصوا بقى الجمال، حلو قوي.
هسيب الخليط ده يغلي بالظبط بالظبط هما دقيقتين تلاتة واطفي. البسلة هتستوي والجزر هيستوي ولسان العصفور هيستوي من غير ما يعجن. فتعالوا نغطي ونسيب الشوربة على النار دقيقتين تلاتة بالظبط ونطفي عليها، وبعدين بعد 10 دقايق كده هنلاقي كل حاجة مستوية وزي طفينا عليها وسايبينها على البوتاجاز اللي هي استوت عليه عشان يبقى في حرارة كده تفضل لها بسيطة لغاية ما تستوي. انا عارفة ان لسه عليها يعني ايه دقيقتين تلاتة، بس احنا مضطرين نغرف علشان حلقتنا. بس عايزة اقول لكم شوية شوربة بقى، انما ايه حكاية، عايزين عصرة ليمون وبألف هنا وشفا. ريحتها خطيرة. ناخد دول كده نوديهم هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. حتة انك انت تطفي على لسان العصفور قبل ما تكون مستوية سوا كامل دي بتساعدك ان هي تفضل محتفظة بشكلها وما تعجنش وتشرب كل الشوربة وتلاقيها مفيش شوربة في الحلة وتلاقي لسان العصفور كتير كده وماسك في بعضه. زي الفل. ايه دي الشوربة، نمسح بس الطبق.